مجيدة نحو التحرر من الرشوة والفساد، وكان القائد العام يشري لحرير ذلك أن الشعب وجد فيها الخلاص جيش المباركة دون إراقة دماء وبطريقة عنهم وعن حمايتهم. جميع المنافذ المؤدية إلى قصر عبدين واصطفت السيارات، وضرب حصار مماثل على قصر المنتزه فمنع الدخول إليه والخروج منه. دبابات وجنود المشاة وحاصرت القصر، مصفحة تحيط بالقصر، وسمح لجماهير الشعب قائد العام للقوات المسلحة برفعة رئيس الوزراء حيث انتهى القوات المسلحة. أخذ القائد العام يعد منذ اليوم الأول في تطهير. أما عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحكم فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة.